يقول السائل: اختلط علينا اليوم مفهوم العالم، فسمي الخطيب عالما والواعظ وطالب العلم، فمن هو العالم الذي أمرنا باتباعه؟ العالم هو الفقيه الذي عنده فقه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العالم الذي يفقه الأحكام الشرعية، هذا هو العالم. ما هو كل خطيب وكل إمام يصير عالم، إذا كان الخطيب عنده فقه هذا عالم، إذا كان الإمام عنده فقه في كتاب الله وسنة رسوله ومعرفة الأحكام الشرعية فهو عالم، أما إذا كان مجرد إمام أو مجرد خطيب ولا عنده فقه هذا ليس بعالم. نعم.